أول سنة وكل سنة إن شاء الله بنعمل الترايل ده بحيث إن إحنا بنختار النيو كامر الطلبة الجداد بنختار منهم أحسن لعيبة يعني في جميع المراكز. ففي عندنا المدير الفني كابتن مودي ومعاه 2 مساعدين فبيظبطوهم دلوقتي بحيث إنه بيخلوا الدفاع واحد بيمسك دفاع واحد بيمسك هجوم واحد بيمسك خط وسط وبيختاروا الأكفأ واحد بيلعب بحيث إنه ينضم للفرقة لأن الفرقة أصلاً موجودة عندنا في طلبة اتخرجت كويس فبناخد مكانهم من احسن الناس اللي موجوده دي ان شاء الله يطلع فيهم ناس كويسه السنه دي ان شاء الله نعمل نتائج كويسه باذن الله. انا لعبت قبل كده دوري مع نادي بنادي الزهور بس فجيت هنا انا اصلا بطل كوره بس قلت ارجع تاني العب كوره بس فموضوع هيبقى ممتع بالنسبه لي ان انا اجي هنا والعب ناس اعرفهم موضوع هيبقى لذيذ. هي أول مرة في الجامعة الألمانية وفي الجامعات المصرية اللي احنا ندخل رياضة القوس والسهم اللي الأولاد يمارسوا. هو العادي الأولاد بتمارس في الأندية وبعد كده بتخش بطولة الجامعات من خلال الأندية بتاعتهم. هي الفكرة كلها للولاد بيجي في مرحلة اللي هي الجامعة حتى لو في المنتخب بيبتدي ينقطع عن التدريبات لأنه ما عندوش وقت ففكرنا اللي احنا نروح لهم جوه الجامعة في الجيبس اللي هي ما بين المحاضرات اللي احنا يتمرنوا ويبتدوا نستفاد بالوقت ده ونطلع منتخب وجيل جديد من اللي هو اللاعبين ونزود قاعدة الممارسة. عندنا لاعبة الجامعة الألمانية ولاعبة نادي الصيد المصري أميرة منصور دي حققت 9 في المونديال بتاع السنة دي.